البروباغندا حرفيا هيخليك تشد في شعرك، عشان البروباغندا ما تفهمش هو ايه بالظبط. البروباغندا ما اقدرش اقولك ده كوكاتو ايه بالظبط، لان ده ميكس بين كوكاتوات تانية، زي جالك كوكاتو متجوز كوكتيل الصورة دي، ايوة دي، وعندك مثلا كوكاتو ميجر ميجن متجوز كوكاتو مش عارف ايه، كوكاتوات تانية جدا متجوزينها في بعض. الكوكاتوات دي ما اقدرش اقول لك اسمها بالظبط، يعني في كوكاتوات تانية كتير متجوزة بعض، وانت بنفسك ممكن تجوزهم من بعض، يعني ممكن تجوز كوكاتو سيلفر كريستل لكوكتيل او اي نوع كوكاتو تاني، بس ما تروحش مجوز لي كوكاتو لمثلا زنجبالي او امازون، يعني هيقطعوا بعض وهيبهدلوا بعض، فلازم يكون نفس عيلة كوكاتو. ما تنساش تعمل لايك واشترك للقناة عشان كل جديد.